سانا تي في. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنا نعوذ بك من المكر ونعوذ بك من الاستدراج. لا تنزع على أحد منا الإيمان بعد أن آتيتنا إياه، فإنا في هذا الموقف نشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد أهل قربك ونشهد جميع خلقك وجميع كونك أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ثبتنا على هذه الشهادة، قونا على هذه الشهادة، رسخ فينا هذه الشهادة، اجعلنا من أهل حقيقة هذه الشهادة، اجعلنا عندك من أهل الحسنى وزيادة. تولنا بما توليت به الكرام، وعاملنا بما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام. يا متجلي على أهل الموقف تباهي بهم ملائكتك، أين تذهب بكل فرد منا؟ لا تحرم أحدا منا، لا تعرض عن أحد منا، لا تقطع أحدا منا، لا تحجب أحدا منا، لا تطرد أحدا منا، لا ترد أحدا منا. اقبلنا كلنا، اقبلنا كلنا، واقبل من وراءنا من أهلنا وأولادنا وطلابنا وأصحابنا وأحبابنا. يا ربنا قبولك، يا ربنا قبولك، يا ربنا وصلك، يا ربنا أكرمنا بالوصول إليك، أدخلنا دائرة الكرم، عاملنا بما أنت أهله يا أكرم، وألي علينا الجود والنعم، عاملنا بالفضل يا متفضل. اقبلنا يا الله، افتح كل خير لنا، افتح كل باب في الخير لنا، افتح أبواب المعرفة بك لنا، افتح أبواب الصدق معك لنا، حتى نصدق فيما بقي من أعمالنا. يا ربي لا كذب منا لسان بعد الليلة، يا ربي لا عصت منا جارحة بعد هذا الموقف، يا حافظ جوارح المتقين احفظ قلوبنا وجوارحنا، لا نعصيك حتى نلقاك، أيدنا من عندك بالحفظ المكين، واجعلنا في الهداة المهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبيننا معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيلك ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وأرنا في العدو ثارنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنت لزمننا وأهل زمننا، أنت لأمة نبيك في عصرنا، أنت لأمة نبيك في وقتنا، من لهم سواك يا ربنا؟ نسترحمك لهم فارحمهم، ونستعفيك لهم فاعف عنهم، ونستغيثك لهم فاغثهم. يا مغيث عجل بالغياث الحديث، واكفنا شر كل خبيث. يا ربي احتلت قلوب من المسلمين، وديار من المسلمين، ومساحات بالمسلمين. يا الله خلصهم، يا الله نجهم، يا الله ادفع الشدائد عنهم. يا ربي أرنا وأسمعنا ما يسر القلوب وما يسر قلب نبيك الحبيب المحبوب في أمته أهل الشروق وأهل الغروب. يا مفرج الكروب، يا دافع الخطوب، تعرض كثير من المسلمين للجهالات، فعلمهم من الجهالات وانشر العلوم النافعات. وتعرض كثير من المسلمين للكبائر والمخالفات، اللهم افتح أبواب التوبة الصادقة الخلصاء.
يا ربي وبنبذة فتب علينا توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة، لا ننكث عقدها ولا نحل عهدها ولا ننقض عقدها ولا نخلف وعدها حتى نلقاك يا الله يا الله. ما أعظم ربكم الذي جمعكم على هذه الساعة، نادوه فهو يسمعكم ويطلع عليكم ويجيب دعاءكم. قولوا له يا الله، ما أسعدكم بنداء الله يا الله، ما أسعدكم بدعاء الرب يا الله. الله يسمعكم نعم السميع، نادوه بقلوبكم، نادوه بكلياتكم، نادوه بهمتكم، نادوه بجمعيتكم. الله الله، قولوا يا الله، نعم قولوا يا الله. انتم محتاجون الى الله، انتم الفقراء الى الله، امركم بيد الله، حياتكم بامر الله، مماتكم بامر الله، برازخكم تحت امر الله، احوالكم في الدنيا والموقف بيد الله. قولوا يا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله. وأهلكم ما لهم إلا الله، قولوا يا الله. أولادكم ما لهم إلا الله، قولوا يا الله. المسلمين في المشارق والمغارب ما لهم إلا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله، قولوا يا الله. أغث المسلمين، أصلح المسلمين، اجمع شمل المسلمين، نور قلوب المسلمين، ادفع البلاء عن المسلمين، اجعلنا في الهداة المهتدين. يا الله يا الله، يا سامع من دعا، يا من لا يخيب من رجا، لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد. ما رميتنا على باب مخلوق وأوقفتنا على بابك يا مولى الكرم والجود، لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد. بابك أوسع الأبواب، فيا رب الأرباب اسقنا شرابا طيبا هنيئا. يا الله، نذوق كأس الوصال قبل الخروج من هذه الجبال. يا الله، اقبل الدعاء والابتهال. يا الله، في الموقف قلوب منيرة وسرائر صافية ووجهات صادقة، ادخلنا في بركتهم، اشملنا بمددهم، انظر الينا بنظرتهم، ادخل مسيئنا في بركة محسننا، ومقصرنا في بركة مشمرنا، وجاهلنا في بركة عالمنا، واقبل الكل منا يا الله يا الله. ولنا آباء وأمهات وإخوان قد خرجوا من الدنيا فهم تحت أطباق الثرى، ما لهم إلا الله، ما لهم إلا الله. فيا أهل الموقف، نادوه فيهم وقولوا يا الله ارحم موتانا، ادخل عليهم روحا منك وسلاما منا، اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه قبلنا. يا الله يا الله، انت اعلم اين يكون قبر كل واحد من هؤلاء وممن والانا. يا الله، فنسألك نظرة إلى قبورنا نورها قبل وصولنا إليها، وسعها قبل دخولنا فيها، قبل أن يهال علينا التراب، واجهنا بعطائك المنساب. يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب، يا غفور يا تواب. يا الله يا الله، أنت العد لساعة الوضع في القبور، فكن لنا يا عزيز يا غفور، وأنت العدة ليوم البعث والنشور. إلهنا إلهنا، بيض الآن صحائفنا، لا تبقي فيها خطيئة، لا تبقي فيها سيئة،
لا تبقي فيها زلة، لا تبقي فيها معصية، لا تبقي فيها مخالفة، لا تبقي فيها جرم، لا تبقي فيها حرام، لا تبقي فيها سوء، لا تبقي فيها ظلم، لا تبقي فيها تبعة، حولها إلى حسنات يا الله. فإنا قد عصيناك بالليل وعصيناك بالنهار وعصيناك بالسر وعصيناك بالجهر، وأنت وحدك لكل هذه الذنوب. يا الله امحها من صحائفنا، لا تقبحنا بها يوم القيامة، ولا تفضحنا بها يوم الطامة، ولا تسود بها وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. يا الله نقول لك اليوم يا الله، فحاشاك في ذاك اليوم أن تعرض عنا يا الله.